تزامنا مع ذكرى العاشرة لرفع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الرئيس الصيني يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب الرئاسي. وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات. تتضمن أيضا الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيسين ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون. أهلا بحضراتكم وجولة جديدة من جولات برنامجكم اليوم في تغطية خاصة للزيارة الهامة والتاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين. بداية جولتنا تكون من المحادثات المعمقة اللي عقدها الرئيس السيسي ونظيره الصيني، واللي تم خلالها الإعلان عن الشراكة المصرية الصينية اللي سيشهد العديد طبعا من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين، واللي كان ما بينهم خطة تطوير مشتركة لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الصيني شي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الصيني استقبل الرئيس السيسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عصف السلامين الوطنيين لاستعراض حرس الشرف، وتلا ذلك عقد محادثات معمقة بين الرئيسين تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة للإعلان عن عام الشراكة المصرية الصينية الذي سيشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. المباحثات تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط للضحايا. وقد أشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. كما اتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين. كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الإفريقية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري. وقد شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين. طيب، خلال الزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. هذا اللقاء مهم، وأيضا شهد تأكيد الزخم الكبير اللي بتشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، وده الحقيقة انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين تم توقيعها النهاردة. أيضا ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، واللي انعكست بالطبع في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية. أيضا تم تثمين الجهود اللي بتقوم بها الشركات الصينية، الشركات
الشركات الصينية في دعم المشروعات القومية في مصر وتأكيد أهمية تعزيز هذه الجهود خصوصا في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة. بينضم لنا هاتفيا الدكتور حسن سلامه استاذ العلوم السياسيه. برحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا استاذه دينا، اهلا وسهلا. مساء النور واهلا بيك. والحقيقه هي زياره مهمه وتاريخيه للرئيس عبد الفتاح السيسي الى جمهوريه الصين الشعبيه، كيف ترصد اهميه هذه الزياره؟ خليني اقول لحضرتك هي زياره مهمه وزياره تاريخيه ولكنها ايضا زياره مختلفه. لماذا؟ مختلفه بمعنى ايه؟ انه هي تواكب ظروف ترتبط بالبلدين من ناحية وترتبط بالمحيط الإقليمي والمحيط الدولي من ناحية تانية. طبعا احنا هنتطرق للمحيط الإقليمي، لكن أولا طبعاً لماذا هذه الزيارة مهمة لمصر؟ المحيط الداخلي طبعا من العلاقات الثنائية يعني. طبعا أنت عارفة أنه الزيارة دي بتواكب يعني الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى العلاقات الاستراتيجية. التعامل مع هذه الذكرى الحقيقة جه بشكل مختلف تماما. ليه؟ لأنه تم خلاله الحقيقة مراجعة ما حدث من إنجازات على مدار العشر سنوات في العلاقات بين البلدين، وحضرتك تعلمي أن الصين شاركت في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر. صحيح. سواء في البنية التحتية، في النقل، في السكك الحديدية، في بناء السفن، الإنشاءات، الاستثمارات، علوم الفضاء، نماذج كثيرة جدا يعني بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية، القطار الكهربائي في العاشر من رمضان، استثمارات صينية في المنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وغيرها من المشروعات. كان لابد أن يتم مراجعة يعني هذه الإسهامات الصينية الكبرى والبناء عليها. البناء عليها جه إزاي؟ جه الحقيقة من خلال اتفاق الرئيسين على تدشين عام الشراكة المصرية الصينية، ويمكن حضرتك أشارتي في المقدمة إلى هذا الأمر. معنى أن حضرتك تخصصي عام للشراكة المصرية الصينية أن هناك عديدا من الفعاليات والمشروعات المقترحة سواء الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية، وهنا البعد الاقتصادي خلي بال حضرتك مهم طبعا، لأنه في إطار انضمام مصر لعضوية تجمع البريكس في 2024 لابد أن يكون البعد الاقتصادي حاضر بقوة شديدة جدا، وده اللي هيعزز الحقيقة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أضيف لحضرتك حاجة كمان، وهي أنه تم الاتفاق على برنامج تنفيذي مستقبلي لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة لمدة 5 أعوام من 2024 ل 2028. ده معناه إيه يا أستاذة دينا؟ معناه ببساطة أن حضرتك بتضع إيدك على خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على الإنجازات اللي أنا ذكرتها لحضرتك دي خلال السنوات الماضية. تمام. يبقى كأنك تسيرين بطريق علمي منظم واستراتيجي يعكس رؤية قيادتي البلدين نحو تعميق العلاقات بينهم في مختلف المجالات. ده واضح الحقيقة من كل الـ يعني ما تم الاتفاق عليه أو توقيعه من اتفاقات وشراكات من دلوقتي والخمس سنين قدام. أنا عايز أنتقل مع حضرتك دكتور حسن ب فايدة هذه الزيارة إقليميا خصوصا في الوضع المضطرب حاليا في قطاع غزة. طبعا يعني الوضع يعني متوتر وأكثر من متوتر ويزداد فيه التصعيد يعني ساعة بعد ساعة في ظل التعنت والعدوان الإسرائيلي على مدار 8 أشهر. ويمكن مصر والصين متفقتان في وجهة نظر وهي ضرورة الوقف الدائم والفوري لإطلاق النار، حقن دماء الفلسطينيين. ده توافق ما بين مصر وما بين الصين، والصين حضرتك تعلمي هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي لها قوة تأثير كبيرة وقوة ضغط كبيرة للغاية. الدور المصري الحقيقة ليس مقصورا على دعم الفلسطينيين من خلال الإغاثة والمساعدات أو حتى الدعم السياسي، لكن حشد الزخم الإقليمي والدولي للضغط على الأطراف المؤثرة على إسرائيل. أنا مش هقول لك للضغط على إسرائيل، لأنه إسرائيل فقدت الرشاد وفقدت العقل
ويعني تملكتها شهوة السلطة. انت بتحاولي الحقيقة هذا الزخم سواء في المحافل الدولية او من خلال التواصل حتى مع الإدارة الأمريكية للضغط لوقف هذا العدوان. بالتأكيد مصر والصين دولتان كبيرتان، كل في محيطه وكل في إقليمه، يستطيع أن يلعب دور مؤثر، واجتماعهما معا الحقيقة هو رسالة مهمة للولايات المتحدة بوصفها الطرف الأكثر تأثيرا على إسرائيل بوجوب صحيح. التحرك وتغيير سياستها الداعمة بصورة مطلقة ولا محدودة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. هي رسالة مهمة أن مصر لن تتوقف عن دعم الفلسطينيين، لن تتوقف حتى يتوقف العدوان، حتى ننتقل من مسار العدوان إلى مسار سياسي، وده أيضا ما هو متفق عليه ما بين قيادتي البلدين في مصر وفي الصين، أنه لابد من التوصل إلى حل الدولتين، وأنه لا نهاية لهذا الصراع إلا حين يحصل الفلسطينيون على حقهم في دولتهم شأنهم شأن الإسرائيل. والحقيقة أن الصين يعني تنوي هذا، يعني شهدنا خلال الفترة القليلة الماضية استضافتها لقادة سواء كانت حماس أو فتح، محاولة يعني تقريب وجهات النظر وما إلى ذلك، ودي لحظة تاريخية للصين لدخولها في هذا الملف ولكن بشكل مؤثر أكثر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سلام أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا ليك. لسه مكملين مع حضراتكم، وهنروح بقى المؤتمر رئيس مجلس الوزراء النهاردة اللي عقد قبل قليل. الحقيقة كان في مجموعة من التصريحات المهمة للدكتور مصطفى مدبولي، يعني طبعا قال فيها على سبيل المثال أنه ناقش البدء في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف ضمان وصول الدعم المستحقي، كمان أكد على أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خصوصا في السلع الأساسية اللي بتمس المواطن، وجه الدعوة للحوار الوطني وللخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني، وكمان قال أن مجلس الوزراء ناقش منظومة الخبز المدعم اللي بيتم تحريكه منذ أكثر لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 سنة. وضح وقال أن تكلفة رغيف الخبز هو جنيه وربع والدولة بتبيعه بخمس قروش. أشار إلى أنه تمت الموافقة على رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من أول يونيو القادم. الحقيقة الدعوة اللي وجهها رئيس الوزراء للحوار الوطني بكل تأكيد سوف تتناول حجم ومحاور الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، وبالتحديد الفئات الأكثر احتياجا في كل المحاور، خصوصا فيما يتعلق بالخبز، الوقود، الكهرباء، النقل، إبراز أيضا التكلفة الحقيقية اللي بتتحملها الدولة علشان المواطن يعي جيدا حجم ما تتحمله الدولة وحجم ما يتحمله المواطن المصري. مش بس كده، كمان هيكون في دراسة وبحث لمشروع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اللي هيكون ليه أثره الفعال على ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين. انتهت حلقتنا من برنامجكم برنامج اليوم، بكرة يوم جديد مليء بالأحداث، لكم مني كل التحية، أنا دينا عصمت وفريق العمل، ونشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.